القرايه معروف جدا ان هي بتقوي الذاكره وبتقي من مرض الزهايمر، لانه ناس كتير قوي واحنا بنشوف ده فعلا كتاب وصحفيين كبار متقدمين جدا في العمر، بنلاقي ان هم مع تقدمهم في العمر ذاكرتهم قويه جدا بسبب قراءاتهم الكتير، ان هم بيقروا طول الوقت في مجالات مختلفه، انواع مختلفه جدا من القراءه بتزود عمر البني ادم. وطبعا احنا يعني مرض الزهايمر ده مرض خطير جدا وهو ملوش علاج، وللاسف يعني انه الناس لما بتصاب بيه خلاص ما بيبقاش ليه حل. لكن القرايه اكتشفوا فعلا، ان الدراسه قالت انه القرايه فعلا بتقوي من امراض او بتقي من امراض الزهايمر، فدي حاجه ايجابيه جدا في الدراسه.